السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في ساحة سيد مصطفى يوسف عبد السلام بالعدوى في إدفو مركز أسوان. والعدوى كانت قرية أو كانت أرض صحراوية جرداء إلى أن هاجر إليها سيد مصطفى رضي الله عنه في الأربعينات من عمره في القرن العشرين، وتبعه الناس محبة في حبا للصالحين وحبا لكونوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ان الارض كلها كانت بتاعته الا انه وهبها للناس. فالناس بنت من ارضه هو بيوت ومحلات الى ان اصبحت مدينة وسميت البلدة باسمه، حتى هتلاقوا اليافطة مكتوب عليها قرية الشيخ مصطفى رضي الله عنه. والساحة تعتبر مقصد لجميع الطرق والمحبين والصالحين، وانت داخل على يسارك هتلاقي مقام سيد مصطفى رضي الله عنه. في المنتجع. مقام سيد مصطفى فيه من الروحانيات، فيه من الجمال ما يجعلك تفكر ألف مرة قبل أن تغادر المقام. أنت ما أنتش عاوز تطلع. والمقام لما تقرب منه كده أو لما تدخله تحس إن في ريحة مقام سيد أبو الحسن الشاذلي ومقام سيد موسى أبو العمران. سيد مصطفى رضي الله عنه من أعلام الشاذلية، أحد أعظم أعلام الشاذلية وأحد أعظم أقطاب سيد أبو الحسن الشاذلي إلى أن تقوم الساعة رضي الله عنه. فقد كان صورة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، في أفعاله، في أقواله، في أحواله. رضي الله عنه كان محبوب من جميع الناس، مسلمين وغير مسلمين. لم تكن ترى سيد مصطفى رضي الله عنه إلا في حال تطبيق الشريعة الصرفة، أما نفعه للخلق فهذا يشهد به الأحياء والناس من مسلمين وغير مسلمين. وحتى لما تيجي تروح إدفو، ده النسب الشريف بتاع سيد مصطفى رضي الله عنه، لما تيجي تروح إدفو هتلاقي الناس كلها لما تقول لهم إن أنا رايح لسيد مصطفى أول كلمة تسمعها من الناس رضي الله عن سيد مصطفى، دعينا هناك. هو معروف، معروف لدرجة إنه حتى الأطفال الصغار كلها يعرفوا سيد مصطفى رضي الله عنه. والناس ومعظم أسماء الناس في إدفو تنقسم على 6 أسماء، مصطفى ومحمد وحسين وعبد السلام وشاذلي ويوسف، كل ده ارتباطا بسيد مصطفى وقال سيد عبد السلام رضي الله عنه وارضاه. والحقيقة أن الكلام عن سيد مصطفى يمكن يحتاج لمجلدات، لدرجة أن ممكن تلاقي 2 يقابلوا بعضيهم، واحد يقول للتاني معاك حاجة تحكيها عن عم الشيخ مصطفى، فلو حكى التاني يقعد، لو ما حكاش ياخد نفسه ويمشي. ده من شدة تعلق الناس هناك بالصالحين وأبو سيد مصطفى رضي الله عنه. ورائد الساحة اليوم والسادة الشاذلية في إدفو هو مولانا عمنا الشيخ عبد السلام ابن سيد مصطفى، وهو نسخة من سيد مصطفى في أخلاقه وأدبه وكرمه واحترامه، ويعتبر من كبار أهل إدفو وكبار أهل أسوان بأدبهم برحمتهم بعلمهم بتخلقهم بشريعتهم. ولما بنى الساحة سيد مصطفى كانت مقصد للناس، يأتيه الفقير والغني والطالب والمتعلم، وكله كان عاوز من علم سيد مصطفى أو من فضله رضي الله عنه، فلم يكن ليرد أحد. ودي الخلوة القديمة بتاعت سيد مصطفى، يعني ده كان المكان اللي كان قاعد فيه سيد مصطفى أول ما جه العدوى اللي هي بعد كده القرية اللي سميت على اسم سيد مصطفى، ودي الأزيار اللي كان بيشرب منها. في العادة الصالحين دايما بيشربوا من أزيار وأواني فخارية، وغالبية الأولياء بيتوضوا من إبريق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرتدون العمامة، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرتدي العمامة. وجمال المكان ده تحس فيه بحضور سيد مصطفى رضي الله عنه، تحس فيه بسكينة بوداعة. وده باب الخلوة بتاعت سيد مصطفى، دي أوضته فيها من حياته وفيها من أثاره، طبعا أثار الصالحين ربنا اتكلم عنها في القرآن الكريم. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان ميلاد سيدنا عيسى أثناء الإسراء، وهذه إشارة يعني لتعظيم أو تقديس أو إنه يكون أثر الصالح أو النبي أو الرسول ليه احترام يعني. طبعا دي الساحة، والساحة لا تجد فيها إلا الناس اللي بتخدم، الناس اللي بتحب،
يعني محدش بيقعد من غير عمل، كل واحد بيعمل حاجة. ده المكان اللي بيقعد فيه سيدي عبد السلام رضي الله عنه، أحد الأمكنة، واللي انتوا شايفينه ده سلة مهملات، يمكن الساحة ممكن لم ترى عينك أنظف وأطهر وأجمل منها. مكان روحاني بحت، كل شيء فيها بيشي بالجمال. هتلاقي الناس هناك ما بين ذاكر وما بين متعبد وما بين من هو يقوم على خدمة الناس وبين ما هو من يقوم على تنظيف ما هو حواليه، واللي بيملى مية واللي بيعتني بالمسجد واللي بيستقبل الزائرين. وأي ضيف هناك بيروح لازم ما بيحسش إنه ضيف، بيحس إنه صاحب مكان لدرجة إنه ما بيفكرش في مغادرة المكان ذاته. والساحة مقصد للطرق الصوفية، هنا يحتفل برسول الله وهنا يحتفل بالصالحين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم الشيخ عبد السلام بيستقبل الناس ولا فرق عنده بين الصغير والكبير في استقبال الناس، يستقبلهم جميعا. ودايما في مشروب الجبنة، مشروب الجبنة ده القهوة بتاعت سيد أبو الحسن الشاذلي بيقدموها لك، وهي أجمل قهوة تشربها في حياتك. ودي تلاقيها في إدفه في ساحة سيد عبد السلام، وتلاقيها عند سيد أبو الحسن الشاذلي، آداب ومشهورة الجبنة جدا إن في صار السودان، فتح لسيد أبو الحسن مش ويستحب قراءة سيد أبو الفاتحة الحسن لسيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه. الله، وهي تذهب النوم عن صاحبها، ما تخليكش تنام وتخليك نشط في العبادة. فالساحة هناك رمز أهل البيت في أسوان، أو في إدفه بمعنى أدق يعني. واللي بيروحها يبقى عاوز يروحها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. فرضي الله عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سيد المصطفى، وعن سيد عبد السلام، وسائر المحبين والصالحين.